Güzel masa Kerem. Şu, marifetini. Min hadırtik? Mama, ol istekbelik şu halu. Ana Katya. Ve ana Masa. Ana khatibtu la doktor Omar yalla hadırtik am tfekri tekhti minni. Naam? جاي يقول لك انك عم بتضيعي وقتك. اكيد عمر مش عارف حاله شو عم بيعمل او يمكن عارف. بس الاكيد منه اكثر انه امه ما معقول تقبل بهالعلاقه. دخلك انت ما بتستحي من حالك؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه هيدا؟ اي علاقه اي بلوط؟ انت لازم تستحي من حالك تظهري من مكتبي هلا. شوي شوي ما بيسوى لك الانفعال والتعصيب. كرمال البيبي. على كل حال انا رح فل هلا، بس قبل ما فل بنصحك تشوفي دكتور تاني. ماشيين بالسوق حسيت حالي كتير دايخة، وقعت على الأرض. نقلوني على المستشفى، وهونيك عرفت إنه حبلة. حياتي ما كنت حابة خبرك أنت وبعيد كرمال ما ينشغل بالك، وفضلت لك إياها فيس تو فيس. يا حبيبات قلبي، هيدي خبرية حلوة. بس لوما، أخليك أنت ما رحتي عند الدكتور هون، كيف حتى ما عرف لك؟ شفت تمت سماح؟ كان لازم أسمع من الأول نصيحة عمو عادل وغير الحكيم. ما بعرف، ما بين معه الحبل. عن جد ما بعرف كيف ما شاف انه انا حبلة. الحمد لله، الحمد لله انه ما صار شي على الطيارة. كان معقول كتير روح انا ومسافرة. لازم يتحاسب على غلطه. راجي، اعطيني عنوان العيادة وانا بقول له للمحامي يتصرف. لا عمو عادل، ما في داعي للمشاكل، خلص اتركه بحاله. انا رح روح غير الحكيم، ما بقى رح روح لعنده بالمرة. هو الله يسامحه على استهتاره. مش مفروض نسكت له. المهم هلأ، المهم انه راجل رح يصير باي، وانتو رح تصيروا تيتا وشده. للحلقة. مدام نجوى، لازم تعرفي شيء كثير مهم. انا بعد 7 أشهر رح اضطر اخذ اجازه. 7 أشهر؟ بس هلا بكير. بعرف، بس لازم تعرفي انا حبلي. بتمنى ترد علي خبر اذا هالشيء ما بيناسبكم وباسرع وقت. بالإذن. العمى امتين؟ لك شو هالخبرية هاي؟ ما بنسبنا ولا ما بنسبنا؟ بالعكس. هاي، لك عندي خبر للمجلة رح يكسر الأرض. ليكو ليكو، البراد صار لهم من امبارح مسكرين، والمحل بعد ما فتحته. ليش هي العين تفرجي وجهها للناس؟ هي عيب الشوم عليها، هي عامله بنتها بتعملها، مسحت فيهم الارض. وانا اللي كنت مخشوشه فيها كثير، يي ليش كنت حبها اقول ما في منها؟ قتير مخبيه بتسيبها وليكو شو اشطلع منها؟ حرام، بس ما في الا هالمعطر جميل بيناتهم، مش طالع بايده شيء، لا قادر يحكي ولا يعمل شيء مع بنته. دخلكم كيف تركينا تروحوا تجي هيك على راحتها؟
انه لو صارت معك شو كنت عملتي؟ كش برا وبعيد، بنت المربية ما بتعمل هالعملة. من الأول جميل وسلمى ما عرفوا شي ربه. شايفة حالة سلمى ببنتها مذيعة مشهورة؟ خليها تشوف حالة فيها هلأ لنشوف. والله والله بلين آخر زمن. هي البنت اللي كنتي بدك تجوزيها لابني؟ بنت شارع رخيصة عم بتشوه لي سمعتي وسمعت عائلتي، هلا سيرتنا على كل لسان. انا كان بعد ناقصني وحده شرشوحة مثلها. بس هيدا الولد ابن ربيع، يعني حفيدك. كيف تأكدتي؟ بس لأن هي قالت لك صدقتيها؟ وينو ربيع ليقلنا الحقيقة؟ وينو؟ قوليلي، ربيع مش هون؟ قتلته، هي بعتته ليموت، وهلأ فكرة تورته بهالكذبة. مين عم بيحكي عن مصاري وعن ورتي؟ لو إنه مسها عينة بشي أو بدها شي كانت من أول يوم إجت لعندك وقلت لك أنا حبلة. أكيد هي مش رح تحكي، لأنه بتعرف كتير منيح إني مش رح صدقها. بس فكرت منيح وقالت إذا بخلي الناس تصدق بصير هو مضطر يصدق. إيه بس على مين؟ فكرة تضغط علي بهالطريقة؟ بس هيدا ابن ربيع، ابن ربيع يا عادل. ربيع ما عنده ولاد، فهمي؟ ما عنده ولاد. انت كان معك خبر؟ أكيد. وشو بدكم تعملوا هلأ؟ ولا شي. ما فهمت، يعني رح تتركوها بالشغل؟ طيب بسيط. هلأ نحنا شو خصنا فيها؟ وبسيطة وبحياتها الشخصية، المهم إنه هي تنفذ شغلها مثل ما لازم. بعدين أنت عم تتخيلي عدد الناس اللي رح ينطروا الحلقة ويحضروها كل أسبوع بس ليشوفوا قدي بطنها لمسا رح يكبر. مدام نجوى اكيد رح ترفعوا دعوى على المجله. معقول توصل معهم لهون يتهموا مسا انها حبله؟ لا ما عم صدق، اكيد بدهم يحرقوا البرنامج. ونحن شو خصنا لحتى نرفع دعوى؟ اذا هيدا الشيء منه مزبوط مسا هي اللي بترفع الدعوى. بعدين ليه ما سالت انت؟ مش انت صديقه؟ اكيد مش صحيح، شو هالحكي هيدا؟ انت خليك عنيتك، على كل حال بكره شوف عيونك اذا بطنها عم تكبر. انت مش صديقه؟ كوري كابيتال لكن هي كود لا ديت ابري تاكس بلس لو كود كابيتال يلي بنجيبه بواسطه اكيد تنلمى بحجاره يعني بنف بتعرفوا هي ار اف ريسك فري اسمنت شو صار؟ تركوا تركوا في الصف بس هيدا مش اول مره بفيلم الصف تلميذ اخر زمن جد؟ وقف شو فيه؟ شو بدكم؟ لشو لحقتوني؟ ولو يا زلمة شو فيه؟ شو صار؟ طول بالك ما بدها هلقات ما بدها هلقات؟ ما شفتون كيف كانوا عم يطلعوا فيه؟ كأني أنا الحبلة
بعد عندنا شيء معين اليوم؟ لا دكتور. طيب انا رح اروح على المستشفى، اذا صار شيء خبريني على الموبايل. اوكي. واذا اتصلت مساء كرم دغري بلغيني على السريع. حاضر. اتصلي بكل وسائل الاعلام، جرايد، مجلات، تلفزيونات، اذاعات، كلهم ما تقفي حدا. قولي لهم انه المؤتمر الصحفي رح يكون ببيتي بكره الساعه 3، وانتبهي اكدي الحضور. حاضر. بدي جرجرة على المحاكم. انت اكيد انه الولد مش ابن ربيع؟ ايه اكيد. عمر تعا شوي. بدك بيعني وردة؟ أكيد. تفضل. كيف عرفت اسمه؟ مسا خبرتني عنك. مين أنت؟ أنا حكيمة، هي خبرتني نكون أصحاب. شو رأيك أروح لعندها هلأ؟ ليه بدي أروح معك؟ بركي عم تكذب علي. لا اكيد مش عم كذب عليك، بس انا بعرف انه هي كتير زعلانه ولازم انا وياك نخليها مبسوطه. مش هيك يا زعيم؟ اذا زعلانه يعني مش بالبيت، بس انا بعرف وين بتكون لما تكون زعلانه. عن جد؟ تبدلني وينها؟ مش حضلك، بروح معك. اوكي ما في مشكله. ليك روح انطرنا هونيك بالشارع الثاني نرجع انا بالحال. وبلكي ما لحقتني. مشي معي هلا. بلا بلا، بس ما في عم بيراقبني. يلا روح روح. راح انترك بالسياره، ما تتاخر. أكيد هيدي إشاعة. خلينا نشوف. إذا مزبوط، معقولة مسا يكون بدها كل الناس تعرف؟ شو هالبهدلة هاي؟ أكيد القصة مش مزبوطة. لوما، أنت معك خبر بالقصة؟ أنا؟ كيف بدي أعرف؟ مثل ما عم أقول لك، أكيد هيدي إشاعة. تعرفي؟ مش مهم. المهم هلأ رح نصير ثلاثة بالبيت. بس ما لازم نسكت للي عمله دكتور عمر. بيي معه حق. لازم يتحمل المسؤولية. من وراء أهماله كان رح يخرب لنا بيتنا. أرجوك بليز. بليز انسى دكتور عمر. ما بدنا مشاكل. انت كمان حكيمك غلطان، شو بدنا نقضيها مشاكل مع الحكمة؟ راجي انا ما بيسوي لي عصب واتوتر كرمال البيبي. ايه معك حق. المهم ما بقى تروح لعنده. بابا يقبرني. بابا بابا عم تسمعني؟ خش 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 بابا. Thank you.
أنا وعائلتي مجتمعين سوا قدامكم اليوم لحتى نقول إنه كل اللي انحكى بالصحافي عن موضوع حمل مسا كرم من المرحوم ابننا ربيع يونس هو غير صحيح، لا بل أكثر من هيك هو افتراء علينا وعلى ابننا، وهيدا الشيء ما ممكن نقبل فيه، وراح نواجهه بكل الوسائل القانونية المتاحة. صحيح انه مسا كرم وابني كانوا على علاقة، بس هالعلاقة ابدا ما كانت جدية، يعني بالعربي المشبرح تنضاية وقت. وابني ربيع حكاني بالموضوع اكثر من مرة، وكان دايما يقلي إنه ما ممكن يفكر يتجوز وحدي بيعرف مسبقاً أهدافها الحقيقية. نحنا ما كان بدنا نوصل لهالمرحلة ونوطي مستوانا لهالدرجة، والكل بيعرف مستوى عيلتنا بالمجتمع، وأنا ما رح اسمح لأي حدا يتطاول علينا أو يشوه سمعتنا ويتطاول على عائلتي وولادي. يعني هالمرة وقعت حالة بمشكلة وفكرة تحملنا المسؤولية لإلنا، مين بيقبل بهالشي؟ نحنا منشفق عليها ومنقول عنا حرام ومستعدين نساعدها ونحضنها، وأنا بتعهد إنه هالولد اللقيط ما يعتاز شي، وعامله مثل ما رح عامل ابن ابني راجي يلي ناطرينه بفارغ الصبر. بس بالأول مسا كرم بدها تعترف بالحقيقة وتقول إنه المرحوم ابني ما له علاقة بالولد اللي ببطنه. نحن مش بلا قلب، بس هيدا الوضع. طيب استاذ عادل، كيف استندت على إنه ابن مسا لقيت؟ عملته فحص دي ان اي؟ بونجور حبيبي. كنت عم بسمعه بالسيارة. صعب كتير هالموقف على الطرفين، لمسير الحياة الشخصية متداولة بالإعلام ومشاعة للجميع. مزبوط، كانوا بيقدروا يتجنبوا هالوضع ويحلوا المشكلة بين بعضهم بلا ما يتورطوا هيك. شو قصدك ماما؟ ولا شي، بس أنا ما بتمنى أبداً كون مطرحهم. يعني بما أنه هالوضع مش منيح، يا ريت تحول مسا كرم على حكيم تاني. شو عرفك أنه مسا مريضتي؟ رح كون صريحة معك، إجت لعندي على المكتب مبارح كاتيا وخبرتني. كاتيا؟ عمر، كاتيا معها حق. انت بتعرف شو ممكن تكون عم تخطط مسا كرم لتحل مشكلتها؟ يمكن تورطك بشي خطر ما تقدر تقوم منه. شو بدك بهالمشاكل يا ابني؟ كل هالسنين كنت عايش بباريس وما بتعرف شو عم يصير هون بالبلد، وما بتعرف مين هو عادل يونس. بعرف ماما، بعرف، بس اللي بعرفه كمان انه كاتيا انساني مريضه بتحب التملك. بليز ما تخليها تقنعك بشي مش مزبوط. أما بالنسبة لمسا فهيدا موضوع تاني، صرت أعرفها منيح. واللي صرت أعرفه عنها كتير عجبني ماما. عمر حبيبي، بعد عن المشاكل يا ابني. أنا ما بعرف مسا كرم، بس بعرف عادل يونس كتير منيح. بعد عنه Thank you.
ايه مسا، كيفك؟ كيف بدك هون يعني؟ انت امتى وصلتي؟ من يومين، كل نهار عم بتصل فيك وخطك مسكر. مسا مش عارفه شو بدي اقول لك. بسيطه لهم، انا مش زعلانه، كنت متوقعش. بس بدي اياكي تعرفي انه طنط صماح وراجي ما كانوا بدهم يطلعوا مع عمو عادل بالمؤتمر، بس هو جبر، مشكل كبير صار، وطنط صماح كتير تعبانه، وصلت معه انه يرفع ايده عليا. شو؟ ليه؟ والله ما بعرف كيف تطورت الامور، هدي راجي شوي بس كان صار اللي صار. مسا بس شوفك بخبرك بالتفصيل، صار لازم سكر. منلتقى اليوم؟ لا لا لوما، اليوم ما فيي، بركي بكره. لوما بليز قولي لطنط سماح وراجي ان انا بشكرهم كثير وبقدر وضعهم. طيب حبيبي بنحكي على بكره. لحظه لحظه، ما قلت لك مبروك. الله يخلصك بالسلامه، انبسطت لك من كل قلبي. ميرسي، كنت بتمنى لك نفس الشيء. فيكي تقولي لي لوما انا كثير مبسوطه. طيب حبيبي رح سكر الخط لانه عم بدق الباب، بنحكي بكره. إيه لو كانت أختي كنت دبحتها، ولهذا شرف العيلة. اسمع شو عم بقول لك. ليك ليك، أنا عندي نظرية تانية. أنا تعمل أختي اللي بدها تصطفل، هي حرة، بس أوعى أعرف أو شوفها مع حدا بيكون شو يعني شو؟ حرة. عرفت كيف؟ ادع طولك بس يسكر ما بيقعد يعرف يحكي. خد لك معه حق. ليك ليك، هذا جنس حوا كلهم ما بيتأملهم. يعني مين بدي لك؟ امك، اختك، صاحبتك، بالاخير كلهم نفس الطين يا شيخ. يلا زيت شيء. انا مره عرفت انه اختي عم تظهر مع صاحبي من ورا ظهري. يا والله كبستها بدن قتل مثل التوتو، صفت مثل التوتو. بيسترجع لها ترفع راسها، يا والله بكسر لها ايه بحرس الليفه. اكيد شو ما في رجال بالبيت. لازم يبقى يومين بالمستشفى للمراقبة. بتصدق له ما قد خفت عليه؟ إذا بيصير له شيء لبابا أنا بموت. إن شاء الله بيقوم بالسلامة. أنا السبب. بلا بلا هيو.
مرحبا نعمة. أهلا ست سماء. كيفك مروان؟ بدي أشكرك أنت وأم مروان على المساعدة، على طول معزمينكم ومتقلين عليكم. شو هالحكي يا ست سماح؟ البيت بيتك، نحن لو ما أفضل المرحوم بيك علينا ما عنا هيدا البيت. رح روح أعمل فنجان قهوة بالإذن. خذ راحة. من هديك النهار لليوم بالي مشغول عليكي. شو صار؟ شو قال لك عادل؟ عرف اني انا اللي اتصلت فيكي؟ لا ما عرف، مرقت على خير، بس بعده عم بيراقبني، مفكر اني عم بظهر مع حدا. هالوضع مش منيح ابدا، ما نعرف شو معقول يعمل. هالانسان مجنون. ما تخاف، المهم طمني، جد شي مع الشاب الكسارة؟ لحد هلأ لا، بس ماشي حاله منيح، تقرب من رجال وصار كأنه واحد منهم، عم يراقب. بس مش هاي هي الخبرية المهمة. شو لكان؟ عادل اشترى الميتم. كيف؟ كيف قدر يشتري؟ ما الميتم مصنف مبنى أثري وملك الدولة. خوفك عادل يونس. ألو. ألو مساء. أهلين دكتور. بعتذر إذا كنت عم بزعجك، بس حبيت أطمن عليك بعد اللي صار مبارح. دكتور بليز، ما في لزوم لهالشي أبدا، أنا كتير منيحة وبتمنى تبقى علاقتنا ضمن الحدود. كيف يعني؟ أنا تخطيت حدودي؟ مش ملاحظ هالشي؟ بصراحة أنا بدي أشكرك على اهتمامك، بس لازم أسحب ملف الطب من عندك، بكرة بمرق عند سكرتير وبياخده. بس مسا شو السبب؟ ما عم بفهم. بليز دكتور، ما عندي وقت. رحمت من الجوع، دخلي فضينا شوي لنا. بتعرف بطل جوعاني. عجل عم تصعد. بعد ما سمعنا وجهات النظر المختلفة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، بدي انتقل لاتصالات المشاهدين والناس حتى يعبروا عن رأيهم بموضوع الاستشفاء والضمان. ناخذ اول اتصال. الو مساء الخير. الو بونسوار ديموزيل مساء. اهلا تفضل، مساء الخير. حضرتك قد ايه بتاخدي على الليله؟ ناخذ اتصال تاني. مساء الخير. لوين؟ حضر شوي، ما راح اتاخر. بدك نلغي الاتصالات المباشرة من البرنامج؟ لا ابدا، بالعكس ما في مشكلة. شي مرة لقي صفي.
لي اسكتي. فرجيني شو لبسي يا قلب. اجى حدا اجى حدا. شوفي وينهم حتى ما في اتصل بالماما. هلا بتخاف كثير وتجي مثل المجنونة من المستشفى. طيب اتصلي بحدا من عائلتك ببيك كلهم بالمستشفى خير. شو في؟ البابا مريض. اتصل بخيي شحط. خطه مسك حيات. ايه مسا شو صاير فيك؟ ليش شكلك هيك؟ اثنين هجموا علي حرامية. ايه بعت لهم هم ان شاء الله الله يكسر لهم ايديهم واجريهم. اهلك مش بالبيت؟ لحظة طاد حيات معك المفتاح. تفضلي خمشي تفضلي. عم اهلك بس عم اهلك ان شاء الله ما بيشوفوا نهار منيح. الله يبعث له ضربة زخنة على راسي. الله يوفقهم. يلا طلعت يوميتك بحق عصهون. شو يعني؟ ما رح يدفع لي ليلتي؟ وين بعدك يا زلمة؟ روح جيب المكنسة روح. يعني؟ اي اي الحمد لله مرقت على خير. لازم نبلغ الدرك. لازم وقف الكريدت كاردز كمان. ان شاء الله من القصة. لازم روح بلغ. هلا بدك تنزلي بهالوقت على المغفر؟ وين وجد؟ قبل ايش تروح لحالك؟ طيب خلوني انا اهتم بالقصة، اوكي؟ من وين فين هالبنت هيك؟ كان بيعرفك من زمان، أول مرة بشوفه عم يحكي لهون، شو هي عم بيعمل هون عم بيعمل لك؟ حياة ايش؟ اسكتي حياة، هيدا دكتور عمر حكيمي. مساء الخير حضرة العميد، كيفك؟ لك ما تاخذني عم بدي اقول لك بهالوقت بس في حادثة صارت معنا وبدنا نبلغ، يمكن فيك تساعدنا.